اليوم نحب نقولها بكل مرارة من ضمن المدعوين لهذه الندوة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. الزوز نقول هيلكم اليوم اتغشوا زيدوها للدوسي متاع الغش. لقد خذلتم تونس، لقد خذلتم الشعب التونسي وسيحاسبكم التاريخ. هاكم تشوفوا الدنيا قداش صغيرة. شكون قال في يوم ما تتقابل عبير موسي مع حفيد أحمد بن صالح ومع حفيد الهادي نويرة في نفس البلاتو؟ علاش باش نخدموا تونس المستقبل؟ الدنيا صغيرة وما يعجبك في الزمان كان طوله، ما يعجبك في الزمان كان طوله. افهموا افهموا متخلين رؤوسكم بشنو. الزعيم بورقيبة خدم وتنفير وتسجن وعمل وبناء وأسس وحط. بن علي بعده خدم وخدم الكفاءات. ميس بن علي خدم الكفاءات. جيتوا انتوما لخدمتوا لخدمتوا الكفاءات وتحبوا تقتلوا فيهم الروح الوطنية. احنا سننتصر بفضل إحياء وإذكاء الروح الوطنية داخل الكفاءات التونسية، داخل الشعب التونسي، داخل الشباب التونسي، داخل المرأة التونسية، داخل المجتمع التونسي، داخل العائلة التونسية. وهذه نقطة قوتنا، أقوى من الفلوس، أقوى من الوكالات، أقوى من الفامي، أقوى من الدنيا الكل.